رابطة الأندية المحترفة إدارة المسابقات بقى في كرة القدم عملت مجموعة عقوبات، لكن اللافت فيها إنه في عقوبات على العناصر اللي بتثير مشاكل لكنها في الأجهزة الفنية غير مؤثرة. يعني مباراة الإسماعيلي والاتحاد أكتر عنصر أثار مشكلة عامل أوضة ملابس الإسماعيلي، إلى درجة إنه اتوقف لنهاية الدور الأول لأنه في نهاية الدور الثاني السنة اللي فاتت كان واخد نفس العقوبة. فإيه الأجهزة الفنية اللي بتحط عناصر، يعني هو برضه كان معاقب لنفس السبب؟ دائم لإثارة المشاكل فيتوقف لنهاية الدور الأول. هل الأجهزة الفنية بتدفع بهذه العناصر لإثارة المشاكل؟ يعني كمان عوقب في نادي الزمالك المترجم بتاع أوزوريو، إنه أمين عمر كتب إنه الراجل شتم الحكم الرابع باين ولا تلفظ على الحكام وأساء إليهم في مباراة الزمالك والمقاولين، فخد عقوبة 4 ماتشات. إيه فكرة يا باشمهندس إن العناصر يعني ما بين مرة مترجم ومرة عامل أوضة اللبس؟ بص يا أستاذ إبراهيم، لازم الأمور ترجع تاني تحت السيطرة. أيوة. يعني لازم يبقى في حد مسيطر على الأجهزة الفنية والإدارية داخل الملعب. أيوة. أول حاجة لازم الاتحاد يحكم عملية مين اللي من حقه يتواجد في الملعب بمنتهى الصرامة، لأن قبل كده كان في أعتقد عقوبة على الكابتن مدحت عبد الهادي ولقيناه في المباراة التالية. أي نمرة 2، ده واجب الأجهزة، وأنا بقول كده وقد يحدث الأمر في النادي الأهلي لا قدر الله بقى ما تحصلش يعني. أي فبقول يعني حتى لو حصلت مش هيبقى صح. ايوه. ان الاجهزه بالذات المعاونه يبقى لها تاثير سلبي على مجريات، لان انت لما بتبتدي بتفتعل شغب او اشكاليه ممكن جدا تستدرج لاعب انه توقف. ايوه. يعني هو انت لما يحصل شغب ويحصل لغط وتبص تلاقي اللعبه جريت وبقت في دائره الاحداث. ايوه. ممكن لعيب يتوقف لك. ايوه. بسبب اداري قاعد بره. واللي اتكرر منه الامر ده لازم الانديه تراجع هذا الامر لانه بيضرها. أي. حتى لو قلت لي 20,000 جنيه، ما هو معاه 20,000 جنيه يدفعهم، او هو اللي هيدفعهم، او لازم يدفعهم بالضبط. يعني تبقى العقوبه شخصيه. اي فانا اتمنى ان احنا كلنا يعني نخلي بالنا ان سلوكيات الاجهزه المعاونه تبقى على قدر المسؤولية.